نيجي مرة تانية على الحرب 67 و73 وحتى الحرب الأخيرة اللي احنا قعدنا تقريبا فيها 10 سنين، اللي هي يعني كنا بنجابه فيها يعني فكر منحرف متطرف استباح دمنا واستباح مستقبلنا، استباح دمنا واستباح مستقبلنا، انه يخرب بلدنا زي ما الدول كتير اتخربت وزي ما دول كتير راحت. فكان متصور انه ممكن يعمل ده، ولكن برضو باخلاص ودماء ابنائنا سواء اللي استشهدوا او اللي اصيبوا كان فضل كبير قوي من ربنا علينا ان تنتهي بفضل الله باللي احنا اتحقق لغايه دلوقتي. طب انت قلت الكلام ده قبل كده صحيح، طب بتكرره كتير ليه؟ لازم نكرره زي ما احنا كده بنكرر عشان نبقى دايما فاكرين ودايما ما ننساش ان في ثمن الدفع في البلد دي عشان تستمر وعشان تبقى آمنة وسالمة، وفي الآخر تبقى اللي اتعمل ده كله في رقبتنا كلنا، رقبتنا كلنا من أولنا وإحنا نازلين، ويبقى الحفاظ عليها والعمل على أن هي تتطور وتطلع لقدام ده ضريبة لازم ندفعها كلنا. وأنا بقول كده يمكن مقدمات الأزمة الكبيرة اللي احنا عشناها بقالنا أكتر من 4 سنين دلوقتي، كورونا وبعدين الحرب وبعدين الحرب، كورونا سنتين والحرب الروسية داخلة على السنة الثالثة، ثم الشهر الخامس خلص بتاع غزة بكل ما تعنيه، يعني هذا الأمر من تهديد وتحدي كبير جدا لينا كمصريين وحتى لمنطقتنا كمان. بقول كده لأن الظروف اللي فاتت والضغط اللي تحمله المصريين خلال الـ4 سنين واللي زاد يمكن في السنة الأخرانية أكتر، والأسعار زادت أكتر. طب هل أنا بقول الكلام دوت عشان يعني أطيب الخواطر أو يعني كلام بقوله للناس في مصر عشان يستحملوا أكتر ولا يبذلوا جهد أكبر ولا عشان يخلوا من بالهم من بلدهم أكتر ولا إيه؟ أقدر أقول لكم بصراحة كل حاجة. إحنا 106 مليون وعندنا عدد كبير قوي، أنا قلته قبل كده 9 مليون موجودين معانا هنا، وزي ما أنتوا شفتوا في منطقتنا حوالينا من كل حتة، وأنا بحاول إن أنا ما أقولش كلام يعني أزعل بيه حد من أي دولة يعني، لكن تبصوا شمال تبصوا جنوب تبصوا شرق تلاقوا الدنيا مش يعني تحديات ومشاكل وليها آثار وليها تأثير علينا، وإحنا دولة يعني مقاومتها مش كتير. بس بفكركم إن 10 سنين قتال ليهم تكلفة، وقبل منهم 2011 ليها تكلفة، وبعد منهم 2013 ليها تكلفة. التكلفة دي محدش لوحده يقدر يشيلها، أنا ما أقدرش أشيلها لوحدي ولا الحكومة تقدر تشيلها لوحدها، لكن نقدر كلنا مع بعض نشيلها. أولا بفهمنا، محدش يعني واحنا بنتكلم في النقاط ديت
يعتبر نفسه بعيد ويوجه لنا الكلام.